كان ترانزيت ما موجود، لازم نحط مكان ترانزيت. كان الفاصل ما بين المغادرين كذا ما مثلا ما حط، ولازم نرجعوا عليهم نقول له خلي فلان. يعني كل فقره تجي تدرس بهذا الوقت. صحيح فالعمليه بس يعني اكثر. اليوم كانت لنا زياره ميدانيه مفاجئه الى مطار الموصل. خلال اللقاء التقينا بمهندس المقيم ومهندس ومدير الشركه. حقيقه تجولنا في مطار الموصل، لاحظنا ان هناك العمل تسير بمهنيه وشفافيه عاليه حقيقه، ولكن هناك تاخير، نوع تاخير بالعمل سببها لا تعود الى الشركه المنفذه، بل انما السبب تعود الى اداره المحافظه، لانه هناك بعض الجهات التي احيلت اليه تصديق مصادقه الكشوفات او المخططات تاخرت اكثر من 6 أشهر لتصديق المخططات، ولهذا التاخير ادت الى تمديد الفتره الزمنيه لاكمال المطار. نسبه الانجاز قد وصل في بعض الفقرات الى ما يقارب 60 الى 70%، وبعض الفقرات قد تصل الى 20% في معدل تقريبا ما يقارب 30 الى 31% معدل نسبه الانجاز في مطار الموصل. نامل ان يكون اسراع والعمل مستمر شفتين او ثلاثه ليلا ونهارا باسراع انجاز مطار الموصل، لان مطار الموصل من المشاريع المهمه، من المشاريع السياديه والمشاريع التي تحتاجها كل مواطن عراقي بالدرجه الاولى بصوره عامه، ومواطن المصلاوي بالدرجه الاولى. هناك منافذ عديده وتجار وما شابه ذلك لرفع ودعم الحركه التجاريه والاقتصاديه في محافظه نينوى. طبعا نشيد بدور الشركة التركية التي تعمل بمهنية وبمصداقية عالية حقيقة، ولكن نرجع ونكرر نقول أنه إدارة المحافظة قد سبب تأخير إكمال مطار الموصل في فترة المقررة لها لإنجازها.